السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبز بدون جلوتين لمرضى السيلياك وحساسية الجلوتين. بالنسبة لهذا العجين ان شاء الله غادي نحضر خبز وبيتزا وفوكاتشا، كلهم ان شاء الله بدون جلوتين. وغادي توجدوا جميع الوصفات المحضره يعني من اليد ديالي على قناتي الموندو دي كريمه جلوتين فري. غادي نوضع لكم رابط القناه وغادي نوضع لكم الاسم باش يسهل عليكم انكم تدخلوا على اليوتيوب. صراحه الوصفه جات رائعه ولذيذه والصحية، وضفت عليها دقيق بودور الكتان اللي عطاها واحد المذاق رائع يعني ما نوصفش لكم يعني المذاق ديالو. المهم الحمد لله والشكر لله على نعمة السيلياك، وكنشوف ان الناس كتار انهم ما عندهمش يعني خبرة وما عندهمش دراية بهذا المرض، ولكن هو مرض يعني لا ينجع معه لا أدوية ولا شيء، فقط هي حمية ضروري تكون خالية من الجلوتين. وربي يشفي الجميع وجميع السلياكين وجميع الأمراض، والحمد لله على النعمة. الحمد لله احنا غير محرومين، كنوجد وصفات بيدينا، كنحاول ندخل المطبخ ما تنعجزوش، لأن بصراحة إلا عجزتي ما غاديش تاكل، ما كاينش اللي غيطيب لك. كيف ما كتشوفوا هنا الخبز جا رائع والبيتزا جات رائعه، حتى الفوكاتشا جات لذيذه وزوينه بمذاق بودور الكتان. وما تنسونيش مني تدخلوا للقناه غادي نترك لكم الرابط كيف ما قلت لكم، انكم تابوناو في القناه وتابوناو في على حسابي على الانستغرام. وما تنسونيش ملي لايك والبارتاج مع العائله ومع الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.